السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في قناة حراء التعليمية. والنهاردة إن شاء الله معدنا مع مراجعة ليلة الامتحان لمادة العلوم. طيب طبعا ركزوا معانا بقى في الأسئلة واقرأ السؤال كويس، وإن شاء الله الامتحان يبقى سهل مفهوش حاجة. أول سؤال معايا بيقول لي إيه؟ اضطراب في الوسط ينتقل ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشاره، ده طبعا تعريف الموجة. الموجة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الحركة، بص بقى الفرق ما بين السؤال ده واللي قبليه. هنا بيقول لي الحركة الناشئة عن اهتزاز دقائق، ممكن يقول لك دقائق، ممكن يقول لك جزيئات الوسط في لحظة ما وفي اتجاه معين. لا ده المرة دي قال لي ايه يا ميس؟ ده قال لي الحركة نفسها، يبقى دي ايه؟ الحركة الموجية. طيب نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. بعد كده السؤال الثالث بيقول لي المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين، يبقى المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين هيبقى ديت إيه؟ عندي الطول الموجي للموجة المستعرضة، لأن هو قال لي قمتين وقاعين يبقى أنا في الموجة المستعرضة. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي المسافة التي تقطع الموجة في الثانية الواحدة، طالما مسافة وزمن يبقى دوت تعريف ايه؟ سرعة الموجة. بعد كده السؤال الخامس بيقول لي المسؤول عن المظاهر الجنسية الثانوية في الأنثى اللي هي مظاهر البلوغ مثل نعومة الصوت، طبعا مين الهرمون المسؤول؟ هو هرمون الاستروجين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حركة دورية يصنعها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه. طبعا يا ولاد انا عندي الحركة الدورية دي نوعين، عندي الحركة الاهتزازية والحركة الايه؟ الموجية. طب قال لي يصنعها جسم مهتز على جانبي موضع سكونه، تبقى ده تعريف الحركة الاهتزازية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اقصى ازاحة بيحدثها الجسم المهتز، بص كده معايا، ادي البندول اللي هو مثال لجسم مهتز، وهنا كده البندول بتاعي بيبدا يتحرك، فدي يا اولاد انا بسميها ايه؟ بسميها اقصى ازاحه. طب اقصى ازاحه دي ليها اسم، اسمها ايه بقى اقصى ازاحه لجسم مهتز بعيد عن موضع السكون؟ اسمها سعه الايه؟ الاهتزاز. ادي ده كده المكان ده انا بسميه موضع السكون، ولما تمشي لحد هنا ده اسمه كده ايه؟ دي كده اسمها سعه الاهتزاز اللي هي اقصى ازاحه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي عباره عن عضو اجوف كمثري الشكل له جدار عضلي يتمدد عند نمو الجنين. خلي بالك ده انا ممكن اجيب لك جزء منه، يعني انا ممكن اقول لك عضو له جدار عضلي يتمدد عند نمو الجنين، هو الجنين بينمو فين اصلا؟ فين العضو الاجوف الكمثري؟ ايوه ادي الصوره بتاعته، برافو عليك انا سامعاك وانت بتقول، دي اجابه الرحم. الرحم اللي بيبقى عند الايه؟ الانثى. طيب هو الرحم ده وظيفته ايه يا ولاد؟ ده طبعا بيحمي حمايه الجنين واستضافه الجنين ونمو الجنين وتغذيته، ده الرحم للايه؟ للانثى. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي مجموعه اوراق ملونه تحيط بالزهره، طبعا مين الاوراق الملونه اللي بتحيط بالزهره؟ ايوه التويج، يبقى الملونه هي مين؟ التويج. طب ولو قال لي خضراء يبقى انا عندي الكأس. السؤال اللي بعده بعد كده بيقول لي اول من اثبت ان طاقه كميه الضوء تتوقف على تردده، الطاقه بتاعه كميه الضوء تتوقف على التردد، مين العالم اللي اثبت كده؟ ماكس بلانك. السؤال اللي بعده بيقول لي ساق قصيره تحورت بعد اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار، طالما طبعا ساق قصيره وتحورت اوراقها يبقى دي مين؟ دي الزهره. السؤال اللي بعد كده يا اولاد بيقول لي تغيير مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر، ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ قال لي والله لو اتنقل لي الضوء من وسط لوسط وغير الاتجاه بتاعه فهيحصل عندي حاجه اسمها انكسار الضوء، انكسار الضوء. طيب السؤال اللي بعد كده موجات صوتيه ترددها اقل من 20 هرتز، قال لي طالما التردد اقل من 20 هرتز يبقى دي موجات دون سمعيه، امال الموجات الفوق سمعيه ترددها اكبر من 20 كيلو هرتز، اما الموجات السمعيه ترددها من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. السؤال اللي بعد كده عضو عضلي
تمر بداخله القناة البولية التناسلية، وده طبعا بيكون في الذكر وبينتهي بفتحة بولية تناسلية، والعضو ده يا ولاد هو القضيب. بعد كده مع السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال بيقول لي الموجة الصوتية التي تنتشر في الهواء بسرعة 330 متر كل ثانية وطولها الموجي 1 متر يكون ترددها، عايز التردد، وأنا عين عندي بتساوي إيه؟ عين بتساوي ت في لام. طب أنا عايز التردد، يبقى أنا هقسم 330 على الواحد عشان أجيب التردد يعني السرعة طول الموجي، فهيديني 330 إيه هرتز. السؤال اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي موجتان صوتيتان A و B تنتشران في وسط غازي، فإذا كان طول الموجي للموجة A 1.2 متر وطول الموجي للموجة B 3.6 متر، فإن سرعة الموجة B نقط سرعة الموجة A. طبعا أنا عارفة دلوقتي إن إيه، إن حضرتك هتروح وتعمل إيه، تقعد بقى تحسب وتفتكر القانون، بس أنا أقولك على حاجة، هو هنا بيقول لك ايه، اقرا كده معايا، تنتشران في وسط غازي، يعني هو كده نفس الايه، نفس الوسط، يبقى السرعه بتاعه الصوت فيه هتكون ايه، هتكون متساويه، طالما نفس الوسط يبقى السرعه فيه متساويه، اللي بيتغير تردد وطول الايه الموجي. امتى السرعه تتغير؟ لو اتنقل من وسط لايه، لوسط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ساعة الاهتزازة تعادل قد ايه من الاهتزازة الكاملة؟ عندي الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزاز؟ فيها 4 ساعات اهتزاز، يبقى الساعة الواحدة فيها قد ايه من الاهتزازة؟ هي ربع اهتزازة كاملة. السؤال اللي بعده وحدة قياس شدة الصوت، نخلي بالنا بقى ان دي ايه، شدة الصوت وحدتها وات لكل متر تربيع، نخلي بالنا بقى ما بين شدة الصوت وما بين شدة الضوضاء، شدة الصوت وات لكل متر تربيع، انما شدة الضوضاء هي اللي بتديسي. السؤال اللي بعد كده يا اولاد، تستطيع الاذن ان تميز بين الاصوات، معلش اصوات ايه، اميز بين اصوات وخلاص، ممكن اميز بينها بالدرجه وبالنوع وبالشده، يبقى جميع ما سبق، انما لو قال لي اصوات حاده وغليظه ساعتها اقول له درجه الصوت، طب لو قال لي يا ميس اصوات قويه وضعيفه هقول له شده الصوت، طب من حيث طبيعه مصدرها يبقى نوع الصوت، طب هنا ما قالكش من حيث ايه، قال لك بتميز وخلاص، يبقى دي ايه، جميع ما سبق. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي عندما ينتقل الشعاع الضوئي من وسط اقل كثافه ضوئيه الى وسط اكبر كثافه ضوئيه فانه ينكسر، طبعا هينكسر ايه، مقتربا من العمود، عشان من وسط اقل لوسط اكبر كثافه. يبدو القلم مكسورا عند وضعه في كوب ماء، طب ده هو قال لك الاجابه في السؤال، القلم بيبدو مكسور، يبقى نتيجه ايه اللي حصل؟ انكسار الضوء، انكسار الضوء. وخلي بالك معايا ان في ظواهر مرتبطه بالانعكاس والانكسار، رؤيه الاشياء في غير اشكالها الحقيقيه زي ما رؤيه القلم كده مكسور، ده بسبب انكسار الضوء، رؤيه الاشياء في غير موضعها الحقيقي زي رؤيه اشياء كده ايه، العمله المعدنيه مثلا او السمكه بتبدو في مكان، في موضع اللي هو موضع ظاهري اعلى من الحقيقي، برضه بسبب ايه، انكسار الضوء. السراب، ظاهره السراب بسبب انعكاس وانكسار الظاهرتين مع بعض، يبقى هنا اجابتي انكسار الايه، الضوء، القلم مكسور نتيجه انكسار الضوء. السؤال اللي بعد كده، المسافه التي يقطعها الضوء في الثانيه الواحده، مسافه بيمشيها الضوء في الثانيه، مسافه بيقطعها اي جسم في ثانيه، يبقى دي السرعه، هو قال لي ضوء يبقى سرعه الضوء، سرعه الضوء. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون، طبعا ده عندي القانون بيقول طاقة الفوتون بتساوي ثابت بلانك في تردد الفوتون. السؤال اللي بعده بيقول لي معامل الانكسار المطلق لأي مادة بيكون دائما أكبر من الواحد الصحيح، يبقى معامل الانكسار المطلق لأي مادة بيكون دائما أكبر من الواحد الصحيح، لأن عشان نفتكر، لأن ساعتها كان سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء في أي وسط تاني، فعشان كده دائما بتكون أكبر من الواحد الصحيح. السؤال اللي بعد كده أهو معامل الانكسار المطلق، طب هو معامل الانكسار المطلق قلنا في السؤال اللي فات إن هو أكبر من الواحد الصحيح، هو مين معامل الانكسار المطلق ده يا ميس؟ ده نسبة بين حاجتين، بين مين ومين؟ بين سرعة وسرعة، سرعة الضوء في الهواء إلى سرعة الضوء فين؟ في وسط إيه؟ في وسط آخر.
يعني مثلا لو قلت لك مثلا معامل انكسار مطلق للميه، هيبقى سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الميه، ودايما بما ان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط، فهلاقي ان دايما الناتج بتاعي هيكون اكبر من الواحد الصحيح. وخلي بالك كمان ان معامل الانكسار ملوش ايه، ملوش وحده، يبقى الاجابه بتاعتي ايه يا ميس؟ ان هو هتبقى اكبر من سرعه الضوء في وسط اخر. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي هرمون نقط مسؤول عن التغيرات الجسدية الحادثة خلال فترة البلوغ في ذكر الإنسان. طبعا ما كانش عندي أصلا غير هرمون واحد بس في المسؤول عن فترة البلوغ في ذكر الإنسان، وهو هرمون الايه؟ التستوستيرون. السؤال اللي بعده بيقول لي عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي نقط عدد الكروموسومات في البويضة، طبعا بيساوي عدد الكروموسومات في البويضة لان كل واحد فيهم كان عبارة عن كام؟ 23 كروموسوم. وخلي بالك عشان لو السؤال ده انا غيرت فيه كلمة، لو قالك عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي نقط، او جالك في اكمل عدد الكروموسومات في البويضة وزودت كلمة المخصبة، وساعتها يبقى نص بقى، لان عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي هيبقى 23 والبويضة المخصبة هتبقى 46 كروموسوم. بويضة مخصبة يعني بويضة اندمج معاها حيوان منوي. السؤال اللي بعد كده نقط منطقة غنية بالشعيرات الدموية بتقوم بتغذية الجنين، ودي بتكون موجودة في الرحم وبتتكون في فترة الحمل. المنطقة دي هي المشيمة. طب هي بتقوم بتغذية الجنين عن طريق ايه؟ بيخرج من المشيمة دي الحبل السري اللي بيتصل بالجنين، وده اللي بيغذيه فترة الحمل. يبقى المنطقة دي نفسها اللي هي غنية بالشعيرات الدموية اسمها المشيمة. اسمها ايه يا ميس؟ المشيمة. كل مما يأتي من تركيب البويضة، خد بالك معايا كده من تركيب البويضة، البويضة اللي في الأنثى بتتكون من ايه؟ بتتكون من نواة وسيتوبلازم وايه؟ وغلاف خلوي. طب مين اللي مش معايا بقى؟ بيقول لك خلي بالك ما عدا الذيل. الذيل، لان الذيل دوت من مكونات مين؟ الحيوان المنوي. الحيوان المنوي بيتكون من ثلاث اجزاء، من الذيل والراس والقطعه الوسطى اللي هي بيكون فيها الميتوكوندريا. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي تحتوي نقط بالحيوان المنوي على الميتوكوندريا، عندي الرأس ولا القطعة الوسطى ولا الذيل ولا الغلاف الجوي؟ طبعا احنا لسه قايلين مين اللي بتحتوي، هي القطعة الايه؟ الوسطى. السؤال اللي بعده بيقول لي تحتوي حبة اللقاح على نقط المادة الوراثية لنوع النبات، طبعا حبة اللقاح بتحتوي على نص المادة الوراثية. طالما لسه ما تكونش الزيجوت يبقى احنا لسه ايه؟ نص المادة الوراثية. طيب يتحول غلاف البويضة بعد إتمام عملية الإخصاب. إحنا قلنا بعد عملية الإخصاب بيبدأ يتكون عندي زيجوت، وبعدين الزيجوت ده بينمو وبيكون في النبات الثمرة الجديدة. طيب بعد عملية الإخصاب دي وبعد ما الثمرة بتاعتي تنضج، يا ترى غلاف البويضة ده يا ميس بيتحول لإيه؟ هي مين البويضة؟ البويضة هتبقى إيه؟ البويضة هتبقى البذرة. البويضة هي البذرة، يبقى غلاف البويضة هو غلاف البذرة. يبقى غلاف البويضة هو ايه يا ميس؟ غلاف البذرة. غلاف البذرة، يبقى انا لو شلت كلمة غلاف يبقى البويضة هتبقى البذرة. غلاف البويضة هو غلاف الايه؟ البذرة. من انواع التكاثر الخضري الصناعي، وخد بالك معايا كويس قوي في السؤال ده، انواع تكاثر خضري صناعي. التكاثر الخضري الصناعي عندي ترقيد، تعقيل، تط عيم، زراعة أنسجة نباتية، ده الصناعي. فأنا لقيت مين فيهم؟ لقيت تعقيل. لقيت التعقيل. أما الطبيعي فأنت معاك بقى الحاجات التانية اللي هي الكرمات والدرانات والريزومات والفسائل والأبصار. يبقى التعقيل ده صناعي، زي نبات العنب والورد البلدي. السؤال بعد كده بيقول لي ينتج عن نقط تكوين نباتات جديدة متماثلة تماما للنبات الأم، طبعا بينتج عن التكاثر اللاجنسي نباتات جديدة متماثلة تماما للنبات الايه؟ الأم. كل بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي كل مما يأتي نباتات ذات أزهار وحيدة الجنس عدا نبات مين؟ عندي مين بقى اللي وحيدة الجنس؟ كل دول نباتات وحيدة الجنس ما عدا مين؟ ما عدا البسلة، لأن احنا قلنا النباتات وحيدة الجنس زي النخيل والذرة والقرع، الثلاثة دول وحيد الجنس، يبقى البسلة هي اللي ايه؟ اللي مش وحيد الجنس. نيجي بقى لنوعية تانية من الأسئلة وهي صوب العبارات الآتية، وخلي بالك في صوب العبارة بشيل الكلمة اللي تحتها خط وأحط كلمة تانية،
وده سهل انتوا بتحلوه كويس. وفي السؤال ده بقى اللي احنا خلي بالنا منه كويس جدا، هو صوب العباره الاتيه بشرط عدم تغيير ما تحته خط. خلي بالك انا بقول لك ما تغيرش اللي تحتيه خط. طيب ادي اول حاجه بيقول لي ايه، الزمن الدوري هو زمن اربع اهتزازات. خلي بالك انا مش عايزه اغير الزمن الدوري، انا هسيب الزمن الدوري دي هثبتها معايا. طب امال الزمن الدوري هو ايه يا ميس؟ ها ارجع بقى للتعريف. برافو عليك، انا سامعاك بتقول لي ان الزمن الدوري هو زمن اهتزازه كامله، زمن اهتزازه كامله، او الزمن اللازم لعمل اهتزازه كامله، او الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازه كامله. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، الجسم الذي تردده 200 هرتز يقوم بعمل اهتزازه واحده في 2 ثانيه، هو انا هغير ايه؟ انا هغير اي حاجه في الجمله ما عدا ال 200 هرتز. يبقى انت كده ثبتي الجزء الاولاني ده، الجسم اللي تردده 200 هرتز. فكر كده بقى معايا، يا ترى انا عايزاه التردد يبقى 200 هرتز، يبقى المفروض يعمل كام اهتزازه في زمن قد ايه؟ برافو عليك. قال لي لو انا خليتهم 200 اهتزازه في ثانيه، لو انا قسمتها كده هتبقى صح، هيطلع لي التردد، لان انا طبعا حافظ القانون ان التردد بيساوي، ايوه برافو انا سامعاك، التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن. فانا لو خليت عدد الاهتزازات 200 على الزمن واحد هتطلع لي 200. طب واحد تاني قال لي مثلا مش هعمل كده، قال لي يا ميس انا هخليها الجسم اللي تردده 200 هرتز بيقوم بعمل 400 اهتزازه كامله في 2 ثانيه، صح برافو عليك. واحد تاني قال لي لا انا هعملها 600 اهتزازه كامله في 3 ثواني، ما كل ده لو قسمته يطلع لك 200، المهم ان انا بثبت ال 200 معايا. تمام؟ اقرا راس السؤال كويس. في سؤال تاني بيقول لك صوب، انت بتغير الكلمه نفسها، انما انا هنا بقول لك ايه؟ صوب بشرط عدم تغيير ما تحته خط. تستخدم موجات المياه الدافئه، انا هثبت مين؟ هثبت الدافئه دي صح. طب في الجاكوزي، في فك التشنجات العصبيه، لا انا مذاكر وشاطر وعارف ان الدافئه فك التشنجات العضليه، العضليه، انما العصبيه دي بتاعت الميه، المياه الايه؟ البارده، المياه البارده. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي النغمة الصادرة عن البيانو تتكون من نغمة أساسية مصحوبة بنغمة مركبة. طب احنا هنثبت البيانو. طيب هنصلح ايه؟ هنقول بقى النغمة الصادرة عن البيانو تتكون من نغمة أساسية مصحوبة بنغمة ايه؟ توافقية. يبقى هي أساسية ومعاها نغمة توافقية. السؤال اللي بعده بيقول لي سرعة الضوء في الفراغ بتساوي 340 متر كل ثانية. طبعا لا انا هثبت سرعه الضوء، انا عندي سرعه الضوء في الفراغ بتساوي كام؟ 3 × 10⁸ متر لكل ثانيه. تتركب السوداه من ميسم وقلم ومبيض، هي السوداه اللي بتتكون من ميسم وقلم ومبيض؟ لا طبعا السوداه عندي ثابته. طيب السوداه عندي بقى بتتكون من ايه؟ عندي السوداه بتتكون من قيط رفيع ينتهي بانتفاخ يسمى الايه؟ المدق. يبقى انا عندي كده تتركب السوداه من ايه؟ من قيط ومدق. دلوقتي معنا وعيه جديده من الاسئله، وهي ما معنى أن؟ طيب ما معنى أن؟ أول سؤال، تردد جسم مهتز بيساوي 3 هرتز. كأني هقول التعريف بس أغيره شوية. هو أنا عارفة يعني إيه التردد؟ التردد هو برافو عليك عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية. طب لما يقول لي تردد جسم مهتز 3 هرتز هقول له أي أن إيه؟ أي أن عدد الاهتزازات الكاملة الحادثة في الثانية الواحدة 3 اهتزازات. طيب السؤال اللي بعد كده، ما معنى ان برضو؟ الزمن الدوري لجسم مهتز نص ثانية. يعني ايه الزمن الدوري؟ الزمن اللازم لعمل ايه؟ اهتزازة كاملة. وهو بيقول لي نص ثانية، يبقى انا هقول له ايه؟ اي ان الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة هو كام؟ نصف ثانية. بعد كده بيقول لي ما معنى ان المسافة التي تقطعها موجة في الفراغ في 2 ثانية بتساوي 6 × 10⁸ متر لكل ثانية. ده كأنها أصلا ده جايب لي تعريف إيه؟ ده تعريف السرعة. طيب كأنه عاطيني مسألة بقى أنا المفروض هحسب السرعة. السرعة بتساوي إيه؟ يلا بينا الله ينور، بتساوي المسافة على الزمن. طب أنا عندي المسافة عاطيها لي بكام؟ ب6 × 10⁸ هقسمها على كام؟ على 2 ثانية. هتديني كام؟ أي أن سرعة الموجة بتساوي 3 × 10⁸ متر لكل ثانية. نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي الطول الموجي لموجة صوتية بيساوي 20 سنتي. ما معنى ان الطول الموجي لموجة صوتية بتساوي 20 سنتي؟ اقول اي ان
يلا بينا واجيب تعريف الطول الايه الموجي، اي ان المسافه بين مركزي تضغطين متتاليين او مركزي تخلخلين متتاليين بيساوي 2 من 10 متر. طبعا انا قلت تضغطين وتخلخلين عشان ديت موجه ايه صوتيه بتتكون من تضغطات وتخلخلات. نيجي للسؤال اللي بعد كده اكمل، او سؤال بيقول لي اذا قلت المسافه بين الاذن ومصدر الصوت الى النصف فان شده الصوت هيحصل لها ايه؟ المفروض ان انا عارف العلاقه ما بين شده الصوت والمسافه، علاقه برافو عليك علاقه عكسيه، كل ما المسافه تزيد شده الصوت ايه تقل، في قانون اسمه قانون التربيع العكسي في شده الصوت. فعشان كده هقول له لو قلت المسافه ايه اللي هيحصل يا ميس؟ هتزيد الايه شده الصوت. طب هتزيد قد ايه؟ قال لي هتزيد 4 امثال، لان الشين اللي هي شده الصوت بتتناسب مع مربع الايه 1 على، يعني الشين بتتناسب مع 1 على فيه تربيع، بتتناسب عكسي مع مربع الايه المسافه. السؤال الثاني، يتم التلقيح صناعيا في نبات، احنا اخذنا التلقيح الصناعي في نبات مين؟ برافو عليك، اخذنا التلقيح الصناعي في نبات النخيل، نبات النخيل بيحصل له تلقيح صناعي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي زاوية نقط هي الزاوية المحصورة بين مسار الشعاع الضوئي المنكسر ونقط من نقطة السقوط على السطح الفاصل. طبعا زاوية ايه؟ هو قال لي سطح فاصل ومحصورة بين مسار الشعاع الضوئي المنكسر، يبقى زاوية الانكسار. طب بتبقى محصورة ما بين الشعاع الضوئي المنكسر وايه؟ والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي تعرف نقط بأنها قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية. ده طبعا تعريف مين؟ قدرة الضوء على كسر الأشعة الضوئية دي الكثافة الضوئية للوسط. السؤال اللي بعد كده، تتضمن الاهتزازة الكاملة نقط إزاحات، يعني إيه نقط؟ عايز كام واحدة؟ نقط إزاحات طبعا 4 إزاحات، كل واحدة تسمى ساعة الإيه؟ الاهتزازة. القمة في الموجة مين يقابلها إيه في الموجة الطولية؟ القمة هي القمم واقعية عندي بتكون موجودة في الموجة إيه؟ برافو عليك، الموجة يميز اللي هي المستعرضة، يبقى القمة في المستعرضة. طب القمة في المستعرضة دي زي مين في الموجة الطولية؟ زي مركز الإيه؟ التضغط، مركز التضغط. والقاع في الموجة المستعرضة بيقابله مركز تخلخل في الموجة الطولية. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي تنشأ الزهرة من نقط ينشأ من إبت ورقة خضراء تسمى، الزهرة طبعا تنشأ من برعم اسمه البرعم الإيه؟ الزهري، وبينشأ البرعم الزهري ده من ورقة خضراء تسمى إيه؟ قنابة. يبقى البرعم الزهري بينشأ من إيه؟ من ورقة خضراء تسمى قنابة. السؤال اللي بعده بيقول لي الزهرة المؤنثة تحتوي على نقط محيطات زهرية، الزهرة المؤنثة عندها كم محيط زهري؟ 3 محيطات زهرية، بينما الزهرة الخنثى بتحتوي على طبعا كل المحيطات الزهرية عندها كاملة اللي هما كام محيط؟ 4 محيطات زهرية، عشان بتبقى بتحتوي على الطلع والمتاع، فعشان كده عندها 4 محيطات ايه؟ زهرية. سؤال رقم 9 بيقول لي من أمثلة الحركة الدورية نقط ونقط. طبعا الحركة الدورية عندي منها نوعين، هي الحركة الموجية والحركة الاهتزازية، دي النوعين اللي احنا درسناهم الترم دول. السؤال اللي بعد كده، درجة الصوت خاصية تميز بها الأذن بين الأصوات. أيوه برافو عليك، الدرجة يبقى أصوات حادة وإيه وغليظة. طبعا صوت العصفور صوت حاد، صوت الأسد صوت غليظ، المرأة صوت حاد والرجل صوت غليظ. وتر مهتز سعة اهتزازه 10 سنتيمتر، فإن المسافة التي يقطعها عندما يحدث 3 اهتزازات كاملة هتساوي كام سنتيمتر؟ مبدئيا وتر مهتز الساعة عندي ب10، يبقى كده لو جبت الاهتزازة الكاملة هتكون هنضرب المفروض الاهتزازة الكاملة فيها 4 ساعة، هيبقى 10 × 4 = 40 سنتي. طيب أنا مش عايزة ده كده الاهتزازة الكاملة، بس أنا مش عايزة اهتزازة كاملة يا ميس، انا عايزه 3 اهتزازات، يبقى انا هضرب ال 40 دي في 3 هتطلع لي 120 ايه سنتيمتر. هو عايزها بالسنتي فانا هسيبها بالسنتيمتر، عايزه لو كان عايزها بالمتر كنت هقسمها على 100. السؤال اللي بعده بيقول لي تكون سرعه الجسم المهتز اكبر ما يمكن لحظه مرور مين؟ طبعا بموضع السكون بتكون سرعه الجسم اكبر ما يمكن، ولما بيروح لاقصى ازاحه بتكون السرعه بكام؟ بصفر.
بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي الفترة ما بين حدوث الإخصاب وعملية الولادة بتسمى طبعا فترة ايه؟ فترة الحمل، هي الفترة ما بين حدوث الإخصاب وعملية الولادة. السؤال اللي بعد كده، نقط تستخدم لتعيين تردد نغمة مجهولة أو نغمة صوت مجهولة، دي مين؟ ايه الجهاز اللي أنا بستخدمه؟ عجلة سافار، عجلة سافار. أنبوب عضلي يمتد من الرحم وينتهي بفتحة تناسلية، الأنبوب العضلي اللي بيمتد من الرحم وينتهي بفتحة تناسلية واللي بيخرج منه الجنين هو المهبل. يمكن تجنب آثار الضوضاء باستخدام، احنا قلنا إن الضوضاء دي اللي هي أصوات لا ترتاح الأذن لسماعها، لو أنا مش عايز أتعرض لها أو مش عايز أحمي الأذن بتاعتي منها فأنا بستخدم حاجة اسمها سدادات الأذن، دي الصورة بتاعتها وبتصنع قلنا من مادة الإيه؟ السيليكون. حاصل ضرب تردد جسم في الزمن الدوري، مهم جدا جدا السؤال ده. التردد في الزمن الدوري المفروض ان العلاقه ما بين التردد والزمن الدوري كلاهما معكوس لايه؟ ضرب للاخر، الاثنين معكوس ضرب لبعض، يعني لو ضربتهم في بعض يدوني كام؟ واحد، يعني التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري، طب الزمن الدوري بيساوي واحد على التردد، طب لو انا ضربت التردد في الزمن الدوري يطلع لي بواحد. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي وظيفة القسيتان هي إنتاج نقط، طبعا وظيفة القسيتان هي إنتاج إيه؟ الحيوانات المنوية وإفراز هرمون، طبعا القسيتان هي هرمون الواحد اللي بتفرزه اللي أخدناه، وهو هرمون التستوستيرون المسؤول عن المظاهر الجنسية الثانوية في الذكر. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ينمو المبيض ويكون نقط وتنمو نقط مكونة البذرة، طبعا المبيض بيكون لي الثمرة نفسها، إنما مين اللي بيكون لي البذرة؟ هي البويضة هي اللي بتكون لي البذرة. السؤال اللي بعده بيقول لي طاقة الفوتون بيساوي مقدار ثابت اللي هو كان ثابت بلانك في نقط في ايه اللي هو ايه؟ التردد، يبقى مقدار ثابت او ثابت بلانك في التردد. بعد كده بيقول لي تتوقف النغمات التوافقية على نقط الصوت، طبعا النغمات التوافقية بتتوقف على طبيعة مصدر الصوت. هنيجي دلوقتي لسؤال مهم جدا وهو سؤال علم. تضعف شدة الصوت تدريجيا كلما قلت سعة اهتزاز مصدره، تاني كده السؤال، تضعف شدة الصوت تدريجيا كلما قلت سعة اهتزاز مصدره، هقول له ان شدة الصوت بتتناسب طرديا مع مربع سعة الاهتزاز، طالما التناسب طردي فده معناه ان لما السعة تزيد شدة الصوت هتزيد، طب لما السعة تقل شدة الصوت هتقل. السؤال اللي بعديه، تعتبر زراعة الأنسجة النباتية من أهم الطرق الحديثة في زيادة، أهدي الإجابة، في زيادة المحاصيل، ليه دي مهمة جدا؟ في طبعا هو ممكن يقول لك علل زراعة الأنسجة النباتية من أهم الطرق الحديثة ويسكت، تمام، فهو سواء وقف هنا أو كمل وقال لك في زيادة المحاصيل فالإجابة بتاعتي لأنه بواسطتها يمكن الحصول على أعداد كبيرة من احد النباتات باستخدام جزء صغير منه، زي ما استخدمنا كده نسيج من البطاطس واداني ايه؟ اعداد من البطاطس ايه؟ كتير اكتر طبعا من الخضر الطبيعي. السؤال اللي بعده بيقول لي يعتبر الصوت موجه ميكانيكيه طوليه، طبعا بيقول لي ليه الصوت موجه ميكانيكيه طوليه؟ هقول له ليه ميكانيكيه وليه طوليه؟ طيب الاول ليه ميكانيكيه؟ لانه يحتاج وسط مادي ينتقل خلاله، طيب هو بينتشر في الفراغ؟ لا. طيب وتهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، عشان كده هي موجة ايه؟ طولية. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي ينتقل الضوء في الفراغ، ليه الضوء بينتقل في الفراغ؟ لان الضوء موجات ايه؟ كهرومغناطيسية اللي مش بتحتاج لوسط مادي تنتقل فيه، طبعا هي بتقدر تنتقل سواء في الفراغ او في الاوساط المادية. يقل الزمن الدوري بزيادة عدد الاهتزازات، هو ايه اللي هيحصل لو عدد الاهتزازات زاد؟ التردد هيزيد والزمن الدوري هيقل، صح؟ احنا لسه قلنا من شويه ان العلاقه ما بين الزمن الدوري والتردد علاقه عكسيه، يبقى هقول له ان الزمن الدوري يتناسب عكسيا مع عدد الاهتزازات الايه؟ الكامله. طيب سؤال بعد كده، يسمع صوت الرعد بعد رؤيه البرق رغم حدوثهما في وقت واحد، البرق والرعد بيحصلوا في نفس الوقت بس انا بسمع صوت الرعد بعد ما اشوف الايه؟ البرق، ايه السبب؟ هقول له لان ضوء البرق موجات كهرومغناطيسيه، صوت الرعد موجات ميكانيكيه،
وطبعا سرعة الموجات الكهرومغناطيسية أكبر بكتير من سرعة الموجات الميكانيكية. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي لا يقوم الإنسان بالتكاثر اللاجنسي. طبعا احنا عارفين ان الإنسان بيتكاثر جنسي فقط ولا يتكاثر لاجنسي. طب ليه بيتكاثر جنسي فقط ولا جنسي؟ لا، لان الافراد طبعا اللي بتنتج من التكاثر اللاجنسي بتكون نسخة طبق الاصل من الفرد الابوي. طيب اما الإنسان بقى، الإنسان لازم يكون كل فرد متميز عن باقي الافراد، وده اللي بيحققه التكاثر الايه الجنسي. الشعاع الضوئي الساقط عموديا على سطح عاكس مصقول ينعكس على نفسه. هو الشعاع اللي ساقط عمودي دوت زاوية سقوطه كام؟ ايوه برافو سامعاك. ايوه، لان زاوية السقوط المفروض هي الزاوية اللي ما بين الشعاع الساقط والعمود، فاللي ساقط عمودي زاوية سقوطه كام؟ صفر. بما ان زاوية سقوطه صفر تبقى زاوية انعكاسه صفر، فهينعكس على نفسه. يبقى الشعاع الضوئي الساقط عموديا ينعكس على نفسه، لان زاوية سقوطه تساوي انعكاسه يساوي صفر. تستطيع الاذن ان تميز بين الاصوات المختلفه. ليه الاذن بتقدر تميز بين الاصوات المختلفه؟ هقوله لانها تعتمد على خصائص تميز الاصوات. ايه هي الخصائص اللي بعتمد عليها؟ الثلاث خصائص بتوعي: درجه الصوت وشده الصوت ونوع الصوت. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي كلما زاد تردد الموجة في نفس الوسط قل طول الموج. ليه؟ كل ما بيزيد التردد بيقل طول الموجي، لان انا عندي سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد، وبالتالي بيتناسب تردد الموجة عكسي مع طول الموجي، يبقى التردد بيتناسب عكسي مع طول ايه الموجة. عشان كده لما بيزيد التردد لما بيقل طول الموجي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي الطلع هو عضو التسكير في الزهرة بينما المتاع هو عضو التأنيس. طبعا الطلع هو عضو التسكير لانه بينتج ايه؟ يلا بينا، الله ينور. يبقى الطلع هو اللي بينتج حبوب اللقاح، بينما الزهرة بيبقى فيها المتاع هو عضو التأنيس، لان المتاع طبعا بيقوم بانتاج ايه؟ البويضات. يتم التلقيح في نبات الشعير ذاتي. تعالى كده معايا كده نشوف حكاية الشعير. طبعا الشعير دوت من النباتات الايه؟ برافو عليك، الخنثى. الشعير نبات خنثى. طب هل هو ده السبب الوحيد اللي يخليه يتلقح ذاتيا؟ ما انا عندي عباد الشمس برده خنثى بس بيلقح ايه؟ بيلقح خلطي. امال ايه السبب بقى الرئيسي اللي يخلي الشعير يحصل له تلقيح ذاتي؟ الشعير ده بيعمل حاجه اللي هي ايه يا ميس؟ بيقول لي ان الزهره لا تتفتح الا بعد اتمام عمليه الاخصاب. يعني الزهره بتاعتي بتنضج، المطب بتنضج والمياسم بتنضج وحبوب اللقاح بتخرج وبتنتقل، يبقى كده للميسم، يعني بتتم عمليه التلقيح لسه كمان بتخلص الاخصاب، وبعد كده بيحصل ايه؟ بتبدا الزهره تتفتح. يبقى لان ازهاره لا تتفتح الا بعد اتمام عمليه الايه؟ الاخصاب. ازهاره لا تتفتح الا بعد اتمام عمليه الاخصاب. سؤال ده مهم جدا، محدش يقول لي عشان لانه خنثى، هقول لك غلط، مش ده السبب الرئيسي، مش كل الخنثى بيلقح ذاتي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي تحتوي ثمرة الخوخ على بذرة واحدة بينما ثمرة البازلاء تحتوي على عدة بذور. ليه الخوخ عندها بذرة واحدة؟ لأن سالمبيض بتاع ثمرة الخوخ بيحتوي على بويضة واحدة. طب البازلاء ليه بتحتوي على عدة بذور؟ لأن المبيض بتاع نبات البازلاء بيحتوي على ايه؟ على بويضة واحدة. يبقى لأن المبيض في زهرة نبات الخوخ يحتوي على بويضة واحدة بينما في زهرة نبات البازلاء يحتوي على عدة بويضات زي ما احنا شايفين اهو ايه في الصورة. وجود الخصيتين داخل كيس الصفن خارج تجويف الجسم. ليه ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لي الذكر خلق الخصيتين دول خارج تجويف الجسم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهمش جوه الجسم؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، فالخصيتين بيقوموا بوظيفه مهمه جدا. برافو عليك، رجعناها من شويه وقلنا ان هما بينتجوا لي الحيوانات المنويه. قال لي درجه الحراره المناسبه لنضج الحيوانات المنويه هي اقل من درجه حراره الجسم بحوالي درجتين. يعني طب بس ايه المشكله؟ قال لي ما هو عشان كده هي بتبقى خارج الجسم، خارج الجسم فده معناه ان هي هتكون درجة الحرارة أقل من درجة حرارة الجسم. طب ده كان في قبل كده سؤال
اللي هيحصل، ماذا يحدث لو لم تخرج الخصيتين في بالنسبه للجنين، يعني لو الخصيتين دول كانوا موجودين داخل التجويف وما خرجوش للجنين، ايه اللي هيحصل ساعتها يا اولاد؟ ده هيؤدي الى عدم نضج الحيوانات المنويه، ممكن تموت الحيوانات المنويه ويصبح الشخص بعد كده ايه؟ عقيم. يبقى اجابتي ايه يا ميس؟ هقول له لحفظ درجه حرارتهما اقل من درجه حراره تجويف الجسم، يعني تجويف الجسم داخل الجسم بحوالي درجتين، وهي الدرجه المناسبه لنضج الحيوانات المنويه. السؤال اللي بعد كده، قدره الماس على كسر الضوء اكبر من قدره الزجاج. الماس والزجاج والميه وغيرهم دي مواد كلها بتعمل على انكسار الضوء، طب ليه الماس قدرته اكبر من الزجاج على كسر؟ هي القدره على كسر دي بتعتمد على ايه؟ برافو عليك، بتعتمد على معامل الانكسار. طب بما ان الماس بيكسر اكتر من الزجاج، يبقى معامل الانكسار المطلق للماس اكبر من معامل الانكسار المطلق للزجاج. انا السؤال دوت ممكن اجيب لك بدل الماس والزجاج اجيب لك ميه وهواء. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي تبدا قناه بالوب بفتحه قمعيه الشكل ذات الزوائد الاصبعيه مبطنه باهداب من الداخل. طيب هنقول ليه طبعا قناه بالوب بيبقى فيها فتحه قمعيه ذات زوائد اصبعيه؟ طبعا زي ما احنا شايفين اهو في الصوره، لالتقاط طبعا البويضات الناضجه، يبقى الزوائد الاصبعيه بتكون بالتقاط البويضات الناضجه من المبيض بواسطه الزوائد ديت وبتدفعها باتجاه الرحم. طب مين اللي هيحركها بقى جوه الرحم؟ الاهداب طبعا هي اللي ايه؟ اللي هتحركها، يعني عن طريق حركه الاهداب والايه؟ والعضلات. تفرز رؤوس الحيوانات المنويه انزيمات. الحيوانات المنوية لما بتتدفق إلى البويضة وبتوصل للبويضة بتبدأ الحيوانات المنوية دي بتفرز إنزيمات. ليه يا ميس؟ عشان تفكك مين؟ غلاف البويضة وتقدر إن هي تخترقها. يبقى لتفكيك الغلاف الخلوي المتماسك للبويضة. لتفكيك الغلاف الخلوي المتماسك للبويضة. طبعًا لما بتفرز الإنزيمات دي بيقدر أحد الحيوانات المنوية اختراق البويضة. بتقوم البويضه بعد كده بتكوين غلاف تاني، الغلاف التاني ده بيمنع اي حيوان منوي اخر من الايه؟ من الدخول. بعد كده السؤال اللي وراه بيقول لي معامل الانكسار المطلق لاي ماده دائما اكبر من الواحد الصحيح. برافو، السؤال دوت قلناه قبل كده في شكل اكمل وسمع واحد بيقول لي الاجابه، ان اجابتي هي ان. برافو، سرعه الضوء في الهواء أكبر من سرعته في أي وسط آخر، سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعته في أي وسط آخر. بعد كده السؤال اللي بعده هندخل بقى في سؤال جديد بيقول لي عرف كل منين. أول حاجة الاهتزازة الكاملة، طبعًا إيه تعريف الاهتزازة الكاملة؟ هي الحركة التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة واحدة في مسار حركته كم مرة؟ مرتين متتاليتين وفي اتجاه واحد، ده تعريف طبعًا الإيه؟ الاهتزازة الكاملة. طيب التعريف التاني هو تردد الموجة، إيه تعريف التردد؟ هو عدد الموجات الحادثة في الثانية الواحدة، وطبعًا كنا بنجيب القانون من نفس التعريف. السؤال اللي بعد كده، الإخصاب، يعني إيه يا ميس الإخصاب؟ الإخصاب هو عملية اندماج نواة الحيوان المنوي التي تحتوي على 23 كروموسوم مع نواة البويضة التي تحتوي على 23 كروموسوم، فينتج بويضة مخصبة زيجوت يحتوي 46 كروموسوم. ده طبعا لو هقوله بالتفصيل. أنا ممكن أقول حاجة تانية كمان في الإخصاب، أقول اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث لتكوين الزيجوت. طالما هو قال لي اخصاب، ميس هو مين المشيج المذكر ومين المشيج المؤنث؟ المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي، المشيج المؤنث اللي هو البويضه، ده في الانسان خلي بالك. طب ما احنا كمان خدنا الاخصاب في النبات، يبقى المشيج المذكر في النبات كان مين؟ المشيج المذكر في النبات حبه اللقاح، والمشيج المؤنث برضه البويضه. فلما يقول لي الاخصاب عموما انا ممكن اقول ايه؟ اقول اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنث تكوين زيجوت. ولو قال لي يخصب في انسان هقولها بالتفصيل كده، اندماج نواة حيوان منوي زي ما احنا قلناها. ماشي يا شباب؟ ولو قال لي الاخصاب في النبات يبقى انا هقول له اندماج ايه؟ اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة. تكوين الزيجوت. بعد كده يلا بينا ندخل بقى على المسائل، بيقول لي في الشكل المقابل احسب المسافة الأفقية التي يقطعها البندول خلال
ثلاث اهتزازات كامله. عايز المسافه اللي هيقطع البندول ده في ثلاث اهتزازات. طب انا عندي سعه الاهتزاز هنا بكام؟ راسمها لي ب 5 سم. طب انا عايزه اهتزازه كامله الاول، يبقى المسافه التي يقطعها الجسم دوت او البندول دوت في الاهتزازه الواحده هضرب ال 5 في كام؟ في 4، عشان الاهتزازه الكامله فيها 4 ساعات اهتزاز. يبقى انا كده جبت المسافه في الاهتزازه الواحده بتساوي كام؟ 20 سم. طب انا كده عندي اهتزازه واحده بس، وعايز كام اهتزازه؟ عايز 3 اهتزازات. يبقى هاخد المسافه بتاعه 3 الاهتزازات، هاخد الاهتزازه الواحده واضربها في كام؟ في 3. هيبقى 20 في 3 بيساوي 60 سم. طب انا بشتغل بالسنتي، لا يبقى هحولها لكام؟ لمتر. هقسم على 100 يبقى كام؟ 6 من 10 متر. المساله اللي بعد كده، جسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة. احسب الزمن الدوري، خلي بالك ان انا ما بشتغلش في دقايق. نصف دقيقة يبقى 30 ثانية. طب الزمن الدوري بيساوي ايه؟ قانون الزمن الدوري بيساوي الزمن على عدد الايه؟ الاهتزازات. يبقى اول حاجة حسبتها ان الزمن بالثانية، هياخد الدقيقة 60، وهو قال لي نص، يبقى نص في 60 ليه 30 ثانية. بعد كده هقول ان الزمن الدوري الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات. الزمن بالثانية احنا قلنا 30، وهو قال لي في مسألة فوق عدد الاهتزازات كام؟ 300. هنقسم تطلع لي 1 من 10. طب عايز التردد، قدامك طريقتين في التردد. يبقى ان حضرتك تقول لي التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري، يعني هيساوي 1 على 1 من 10، ده حل. يا اما ان انا اقول ايه؟ اقول القانون بتاع التردد اللي هو عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. في الحالتين هيطلع لك نفس النتيجة. يبقى التردد الأسهل لي إن أقول التردد ت يساوي 1 على زين، اللي هي 1 على 1 من 10 ب10. وكتبت لك الحل التاني كمان أهوت، عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية 300 على 30 ب10 هرتز. ما تنساش الوحدات. بعد كده بيقول لي موجة صوت ترددها 400 هرتز في الهواء وطولها الموجي 85 سنتي. احسب سرعة هذه الموجات. طبعا عاطيني التردد والطول الموجي، وانا بجيب السرعة ازاي؟ عين بتساوي ت في لام، يعني التردد في الطول الموجي. يبقى 400 في 85 من 100. ايه ده؟ ليه 85؟ مثل 19 قلنا 85 سنتي. لا، وانا بشتغل بالسنتي، لا طبعا هحولها لايه؟ لمتر. هقسم على 100 تبقى 85 من 100. يبقى 85 من 100 في 400 يديني كام؟ 340 متر لكل ثانية. يبقى انا هاخد بالنا ان الوحدات تكون مظبوطة، انا بشتغل بالمتر. احسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة عن عجلة صفار. مسألة صفار بيديني ايه في المسألة؟ في المسائل بيديلك حضرتك المفروض 3 حاجات وانت بجيب الرابعة. قال لي هنا السرعة 960 دورة في 20 ثانية. طبعا 960 دورة ده عدد الدورات، 120 ثانية ده الزمن، عدد أسنان الترس اللي هي 30 سن. هبدأ أكتب القانون بتاعي إن التردد بيساوي ت بيساوي د في ن على زين، ت بيساوي د في ن على زين، عدد الدورات في عدد الأسنان على الزمن. 30 960 على 120 تطلع لك 240 ووحدة التردد هرتز. بعد كده بيقول لي ادرس الشكل المقابل الذي يمثل الجهاز التناسلي في أنثى الإنسان. جايب لي صورة وبيقول لي ادرس الشكل اللي قدامك، وأول سؤال بيقول لي وضح البيانات على الرسم. ما هو العضو المسؤول عن إنتاج البويضات؟ أول حاجة نوضح البيانات، يلا بينا. طبعا عندي أول حاجة مشاور عليها هي قناة إيه؟ فالو. بعد قناة فالوب طبعا بعدها عندي مين؟ المبيض، وعندي عنق الرحم، وأسفل عنق الرحم عندي مين؟ المهبة. يبقى أنا عندي قناة فالوب، وعندي بعد كده أو في المنتصف اللي هو العضو الكمثلي الشكل ده مين؟ ده الرحم، والمبيض على الجنبين، وعندي أسفل الرحم عندي عنق الرحم اللي بينتهي تحت خالص فين؟ المهبة. طيب بعد كده بيقول لي ما هو العضو المسؤول عن انتاج البويضات؟ طبعا مين مسؤول عن انتاج البويضات؟ هو المبيض. طب مكان اخصاب البويضه؟ طبعا بيحدث عمليه الاخصاب فين؟ في قناه فالوب. خروج الجنين للحياه، طبعا الجنين بيخرج منين؟ من المهبل اللي بيتمدد اثناء عمليه ايه؟ الولاده. نيجي نشوف رسم ثانيه، وهي رسم الزهره، ونركز مع بعض كده في مكونات الزهرة. يلا بينا. رقم 1 هيكون التخت،
اتنين الكأس. انا ممكن اكتب اسم هو مشاور لي، بص كده معايا في اتنين مشاور على الكأس، وممكن اقول سيبيلا. طيب السهم رقم ثلاثة بيشاور على التويج، وممكن اقول بتيلا. السهم رقم أربعة هنا بقى محدد بالظبط بيشاور لي على مين؟ الخيل. وخمسة على المتك. ستة، ستة بص اعمل ايه؟ مش هقول لك على الاثنين مع بعض، خمسة وأربعة اللي هم الخيط والمتك، دول يدوا لك السوداء. تعالى معايا الناحية التانية، سبعة مين الحتة اللي فوق دي؟ ده الميسم. وتمانية برافو القلم. وتسعة خد بالك كده من تسعة ده المبيض. طيب التلاتة مع بعض اللي هم الميسم والقلم والمبيض، رقم عشرة ده هيبقى برافو عليك الكربلة. نخلي بالنا من أجزاء الظهر. بعد كده بقى يلا بينا نشوف نموذج لاختبار مع بعض عشان نتعلم لما يجينا الامتحان في آخر السنة هنحل ازاي. يلا بينا السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية. بيقول لي واحد تتضمن الاهتزازة الكاملة نقط إزاحات متتالية تسمى كل منها. طبعا السؤال ده اتعدى علينا، قلنا الاهتزازة الكاملة فيها كام إزاحة؟ أربع إزاحات متتالية، وكل إزاحة فيهم بتسمى ساعة الاهتزاز. السؤال بعد بيقول لي القمة في الموجة نقط يقابلها نقط في الموجة الطولية. طبعا القمة بتبقى في الموجة الايه؟ المستعرضة، وبيقابلها ايه في الموجة الطولية؟ مركز التضغط. السؤال بعد بيقول لي تستطيع اذن الانسان التمييز بين الاصوات التي يتراوح ترددها بين، طبعا صوت الانسان بيقدر يميز الاصوات اللي ترددها بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. بعد كده بيقول لي الدرنة عبارة عن جذر عرضي مثل، عندي مين بقى جذر عرضي زي مين وساق أرضية زي مين؟ خلي بالنا الجذر العرضي زي البطاطا، طب والساق الأرضية مثل الايه؟ البطاطس. بعد كده السؤال الجديد يلا بينا استخرج الكلمة أو العبارة غير مناسبة. عندي بيقول لي استخرج الكلمة غير مناسبة. عندي السؤال الأول بيقول الزيجوت ولا الخلية المخصبة ولا الخلايا الجسدية ولا الأمشاج؟ طبعا هنقول مين؟ الامشاج، لان كل اللي فات دول عندهم 46 كروموسوم، انما الامشاج بيبقى عندها كام كروموسوم؟ بيبقى نص عدد الكروموسومات اللي هم 23 كروموسوم. السؤال اللي بعده بيقول لي حركه البندول البسيط وحركه الزنبرك وحركه لعبه النحله والوتر المشدود. طبعا مين عندي اللي هنختارها؟ هي حركه لعبه ايه؟ النحله، انما الباقي هي حركات، هي تعتبر حركه ايه؟ اهتزازيه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حبوب اللقاح والكربله ومتك وايه وخيط. يبقى انا عندي حبوب اللقاح كربله والمتك والخيط. طبعا عندي الكربله هي المختلفه لان انا عندي حبوب اللقاح بتتكون من ايه؟ من متك وخيط. قلنا خيط رفيع انتبه انتفاخ يسمى، المتك هو اللي بينتج حبوب اللقاح وديت كلها على بعضها اسمها السوداء. يبقى السوداء بتتكون من خيط رفيع انتبه انتفاخ يسمى المتك، ويقوم بانتاج حبوب اللقاح. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي احسب تردد النغمة الصادرة عن عجلة صفار عندما تدار بسرعة 960 دورة في دقيقتين، علما بأن عدد أسنان الترس 30 سم. يبقى احسب التردد ت بتساوي د في نون على زين، د في نون على زين يبقى 960 عشان أنا عندي 960 دورة في نون اللي هي عدد الأسنان اللي هو 30 سم على زين اللي هو الزمن بالثانية اللي هي دقيقتين اللي هي كام ثانية اللي هي 120 ثانية، يديني الناتج كام؟ 240 هرتز. السؤال التالي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، كل مما يأتي من الموجات التي تنتشر في الفراغ ما عدا موجات، برافو عليك الصوت. أي الأوساط البندية التالية تكون سرعة الضوء فيها أكبر ما يمكن؟ طبعا احنا قلنا ان سرعه الضوء في الهواء اكبر من اي وسط. بذره ثمره الخوخ اصلها، طالما قال لي بذره يبقى كانت بويضه. هرمون نقط مسؤول عن المظاهر الجنسيه الثانويه في الذكر، قلنا هرمون واحد التستوستيرون. صوب ما تحته خط، بص بقى السؤال المره دي صوب ما تحته خط، هتشيل الكلمه اللي تحتها خط. الحركه الانتقاليه هي الحركه التي تتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه، طبعا اللي بتتكرر هي الحركه الدورية. في الأزهار كبيرة الحجم الملونة بيتم تلقيحها عن طريق، طالما قال لي أزهار ملونة يبقى عن طريق الحشرات. تقدر سرعة الضوء بنقط التي يقطعها الضوء في ثانية، السرعة بتقدر بالإيه؟ برافو، بالمسافة. يقاس مستوى شدة الصوت، مستوى شدة الصوت مش شدة الصوت،
المستوى هيبقى بالديسيبل، لو قل شدة الصوت بس هيبقى بالوات كل متر مربع. طبعا مستوى شدة الصوت او شدة الضوضاء. احسب الزمن الدوري لجسم يصنع 300 اهتزازة كاملة في نص دقيقة. الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات، بس الاول هحول الزمن عندي نص دقيقة 30 ثانية، يبقى 30 على 300 يطلع لي 1/10 ايه ثانية. يلا بينا بعد كده السؤال الثالث، وبيقول لي اكتب المصطلح العلمي. أبصر بيقول لي قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية. قلنا طبعا قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية هي الكثافة الضوئية للوسط. بعد كده عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة، تردد. طبعا طالما عدد الاهتزازات في الثانية يبقى ده التردد، ولو العكس يبقى الايه الزمن الدوري. طيب بعد كده بيقول لي ساق قصيرة تحورت بعد أورقة لتكوين أعضاء التكاثر في النبات، طبعا الزهرة. أنبوبة ذات فتحة قمعية تقوم بدفع البويضة اتجاه الرحم. طبعا مين الأنبوب ذات فتحة قمعية بيقوم بدفع البويضة اتجاه الرحم؟ عندي قناة ايه؟ فالو. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي اذكر مثال واحد لكل من 1 تكاثر قدري طبيعي يتم بالدرانات. مين التكاثر القدري اللي بيتم بالدرانات؟ عندي تكاثر مين؟ البطاطس. يبقى تكاثر قدري طبيعي يتم بالدرانات عندي مين؟ البطاطس. وعندي كمان كمين في الدرانات هي ايه؟ البطاطا كمان. بعد كده بيقول لي جهاز يستخدم في تعيين تردد نغمة صوتية مجهولة. طبعا مين الجهاز اللي كنت بستخدمه؟ هي عجلة ايه؟ سافور. بعد كده موجات تستخدم في تفتيت حصوات الكلى او الحالب دون جراحة. دي الموجات فوق ايه؟ موجات فوق سمعية اللي كنت بستخدمها في تفتيت حصوات الكلى. اللي بعده بيقول لي احد مضاعفات الكيلو هرتز. عايزة مضاعف واحد للكيلو هرتز. هو مين مضاعف الكيلو هرتز؟ هو الميجا هرتز. بعد كده علل الشعاع الضوئي الساقط عموديا ينعكس على نفسه. ليه بينعكس على نفسه؟ لان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس وبتساوي كام؟ صفر. السؤال اللي بعده بيقول لي تحتوي ثمرة الخوخ على بذرة واحدة. قلنا طبعا الثمرة اللي بتحتوي على بذرة واحدة يبقى المبيض كان عنده ايه؟ بويضة واحدة. طيب والثمرة اللي بتحتوي على اكتر من بذرة؟ يبقى المبيض كان بيحتوي على اكتر من ايه؟ اكتر من بويضة. يبقى ليه الخوخ ليه بيحتوي على بذرة واحدة؟ لان المبيض يحتوي على بويضة واحدة فقط. السؤال الرابع ده علامة صح وعلامة غلط. تصبح سرعة الجسم المهتز قيمة عظمى، عظمى يعني اكبر ما يمكن، عند مرور الجسم من نقطة السكون. اجابة صحيحة. درجة صوت الرجل اعلى من درجة صوت المرأة. طبعا إجابة خاطئة. يتكون الكأس في النبات من أوراق ملونة تسمى بتلات. غلط. تتويج. معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف أكبر من الواحد. صحيح. إجابة صحيحة. أذكر أهمية وظيفة أهمية أو وظيفة واحدة لكل من المياه الدافئة. قلنا في الجاكوزي فك التشنجات العضلية. الكأس في الزهرة لوظيفتين، حماية أجزاء الزهرة الداخلية وخاصة قبل تفتحها. يعني دي الوظيفة بتاعته. طبعا الأوراق بتاعته اللي هي خضراء تسمى سيبلات. المنشور تحليل الضوء الأبيض أو ضوء الشمس إلى ألوان الطيف السبع. ماذا يحدث عنده؟ زيادة تردد موجة إلى الضعف عند ثبوت السرعة. لو بالنسبة للطول الموجي تردد بيزيد يبقى الطول الموجي هيقل لأن علاقة بينهم عكسية، يبقى يقل الطول الموجي للنصف. اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البويضة يتكون الزيجوت. يتكون الزيجوت. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.